صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي هنبدأ معاكم أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، ويمكن أهمها هو اللقاء اللي حصل امبارح ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقباله للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. تم إجراء مباحثات، صدر بعد هذه المباحثات بيان مشترك لمصر والسودان. البيان أكد أنه تم التباحث بشأن تطورات ملف سد النهضة والتوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه، وده بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتواصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة المصير المشترك. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وقد عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع التأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، فضلاً عن أهمية الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد. وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد. كما تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي. كمان امبارح تلقى سيادة الرئيس اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتم التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية. وأكد سيادة الرئيس أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع، وقال إنه مصر مهتمة ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ده سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. امبارح كمان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرسل برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وده بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجرية. وكمان بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة. المنطقة الغربية العسكرية استقبلت وفد من ذوي الهمم قادرون باختلاف ووفد لأبناء مصر من الأيتام، وتم تنظيم جولة تفقدية ليهم في القاعة التاريخية وأيضا في عدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية. وكمان تم تنظيم فقرة فنية وترفيهية للأطفال، وتم أيضا توزيع الهدايا عليهم، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع أبناء الوطن من ذوي الهمم، وأيضا تزامنا مع قرب ذكرى مناسبة يوم اليتيم واللي بتوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.
طيب دلوقتي مشاهدينا معادنا مع التقرير الخاص بجولة أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها توقيع اتفاقية تتعلق بمشروعات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وكمان تأكيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على رفع درجات الاستعدادات القصوى بمختلف الوزارات، وده لاستقبال شهر رمضان المبارك. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها توقيع اتفاقية لاستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع الدكتور عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء السعودي عقب التوقيع على الاتفاقية، وقال الدكتور مدبولي إن الدولة المصرية حريصة على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واستعرض موقف حركة السياحة الوفدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عليها وسبل مواجهة هذه الأزمة. وخلال الاجتماع تم مناقشة التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوفدة من مختلف الدول. وبمناسبة قرب دخول شهر رمضان الكريم، عقد امبارح رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه عدد من الملفات المهمة المتعلقة برفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية. من الأخبار المهمة كمان اللي حصلت امبارح استعراض رئيس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة. الوثيقة دي هدفها تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة. وبالنسبة للشائعات اللي انتشرت بخصوص تدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية ليهم، فالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية اللي نفت كل الكلام ده وقالت إنه مش حقيقي ومفيش صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية، ومفيش أي صفحات أصلاً تخص وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.